شبكة بصائر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في شرح ألفية ابن مالك سيكون حول باب لا النافية للجنس. قال ابن مالك رحمه الله: لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فانصب بها مضافا ومضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. قوله رحمه الله: لا التي لنفي الجنس. هذا الباب هو ثالث أبواب الحروف التي تعمل. فأولها الحروف المشبهة بليس، والتي منها لا ولات وإن وما. فهناك وجدنا كلمة لا، وبعد ذلك إن وأخواتها، وهي حروف أيضا تعمل عملا آخر يختلف عن عمل الحروف المشبهة بليس. فإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهذا الباب الثالث من هذه الأبواب هو باب في الحروف التي، أو في حرف واحد، هو لا التي لنفي الجنس، أي لا النافية للجنس، وهي التي يسميها النحاة هذا الاسم لا التي لنفي الجنس، ويطلقون عليها أنها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. فلا هذه تنفي، إذا دخلت على جنس فإنها تنفي وجوده مطلقا. فإذا قلت لا رجل في الدار، فمعناه أنك نفيت وجود هذا الجنس في هذه الدار، ولذلك لا تستطيع أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال، لأنك نفيت الجنس كله. أما لو قلت، لو أتيت بلا التي تقدمت معنا في باب الحروف المشبهة بليس، فقلت لا رجل في الدار، فيمكن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لأنك نفيت وجود رجل واحد، نفيت هذه الوحدة، ولا يقتضي ذلك نفي الجنس كله. أما هذه التي عندنا الآن والتي في هذا الباب، فهي لا التي للتنصيص على نفي الجنس، ونفي، وهو نفي مستغرق تماما، لا يبقى بعده شيء من ذلك الجنس مثبتا بعد أن نفته هذه الأداة. ولذلك هي تدخل على النكرة حتى تستغرق الجنس كله، وإذا وجد دخولها على غير النكرة فإن ذلك يؤول تأويلا يناسبه، كما يقولون في ما نقل عن العربي أو عن عمر رضي الله عنه في قوله: قضية ولا أبا حسن لها، ولا أبا حسن لها، قالوا ولا مسمى بهذا الاسم. هذا التقدير لا مسمى بهذا الاسم، لأنها لا تدخل على المعرفة، وليس المقصود أبو حسن الذي هو علم، وإنما لا مسمى بهذا الاسم فهو المقصود، لأن لا هذه تنفي الجنس نفيا تاما. قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. يقول اجعل عمل إن للا في نكرة، فعملها يكون في نكرة، وسواء جاءت هذه النكرة مفردة بمعنى مرة واحدة نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، أو مكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه مكررة. المراد بالتكرار هنا مجيء هذه مرة أكثر من مرة. فلذلك قال ابن مالك رحمه الله: إن لا تعمل في النكرة سواء كانت مفردة أو مكررة، فلا فرق في ذلك، ولكن شرط عملها فيها أن تتصل بها اتصالا تاما. فلو
انفصلت عنها نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فإنها لا تعمل حينئذ هذا العمل، بل ترجع لحالة الرفع. فلذلك قالوا إنها يشترط في عملها أن تتصل بهذه النكرة مباشرة لا أن تنفصل معها عنها. ثم قال رحمه الله: فانصب بها مضافا ومضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. يقول إن لا هذه تنصب، أو إذا جاء بعدها المضاف والمضارع له، أي المشابه له. ما ضارع المضاف هنا هو ما شابهه في عدم الاستغناء عنه، يقصد بذلك ما شابه المضاف في عدم إمكان الاستغناء عنه. فإذا جاء شيء من ذلك بعد لا هذه فإنه ينصب، لا بد من نصبه. إذا جاء المضاف نحو لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، فغلام منصوبة لأنها أضيفت إلى رجل، لأنها مضافة، فالمضاف بعد لا ينصب، ويذكر الخبر بعد ذلك مرفوعا لا غلام رجل حاضر. وإن كان النحاة يختلفون في رفع خبر لا، هل هو مرفوع بلا وقد عملت فيه كما تعمل إن فرفعته، أو هو مرفوع لأنه جاء خبر، جاء أنه جاء خبرا للمبتدئ، لأن لا هي واسمها عند سيبويه في تأويل مبتدأ، أو يعربها على أساس أنها مبتدأ، لا المركبة مع اسمها مبتدأ، وهذا عند سيبويه، الخبر عند سيبويه خبر لذلك المبتدأ. وعلى كل، فهذا الخلاف لفظي لا أثر له في الحقيقة، والأقرب أن يقال إن هذا خبر للا، ولذلك رجحه ابن مالك فقال وبعد ذاك الخبر، وهذا يفهم منه أن الخبر المقصود به خبر لا، فقال فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، أي كأنه يقول بعد ذلك اذكر خبرها رافعا له، أو اذكر خبر المبتدئ رافعا له. هذا بالنسبة للمضاف. بالنسبة لما شابه المضاف قلنا هو الذي يشابه المضاف، وعبر عنه ابن مالك بمضارع المضاف مضافا ومضارعة، أي مشابهه. وهذا هو النوع الثاني من الأنواع التي تدخل عليها لا، وهو مشابه المضارع في عدم الاستغناء عن جزئه الثاني، معناها اتصل به شيء من تمام معناه. مضارع المضاف هو الذي اتصل به شيء من تمام معناه، كقولهم لا ثلاثة وثلاثين عندنا، لا ثلاثة وثلاثين عندنا، فقوله وثلاثين اتصل بلا بحيث لا يتم المعنى أو لا يصح الانفصال بينهما، وإلا فسد المعنى، فهذا اتصل به شيء من تمام معناه. وكذلك قولهم لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا عندنا، فهذا أيضا مشابه للمضاف، فتقول لا طالعا جبلا ظاهر، فتنصب لا طالعا على أنه اسم لا مركب، أنه اسم لا منصوب. هنا لا نقول مركب، نقول منصوب، لأنه لا يصح تركيب مع وجود هذا الشيء الذي اتصل بهذه الكلمة من تمام معناها. فمشابه المضاف أيضا لا يركب وإنما ينصب، فلذلك يجب نصب هذين الأمرين، وهو المضاف والشبيه بالمضاف. ما عدا هذين الأمرين هو الذي يسمى في هذا الباب مفردا، المفرد، ولذلك قال وركب المفرد فاتحا. فالمفرد في هذا الباب هو ما ليس مضارعا، لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف،
المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وحتى ولو كان مثنى أو مجموعا فنقول لا رجل في الدار، كما نقول لا رجلين في الدار، ونقول لا مسلم لا رجل لا كاتبين في الدار، لا كاتبين في الدار، فنركبه على اعتبار أنه مفرد سواء كان دالا على واحد أو على اثنين أو أكثر، فهذا يسمى مفردا وهو خلاف المضاف والمشبه بالمضاف. قال رحمه الله: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. إذن المفرد مركب ولا يعبرون عنه بأنه منصوب، وإنما هو مركب تركيب 15. فهذه الفتحة الظاهرة فيه ليست فتحة إعراب، وإنما هي فتحة بناء، لكنه في محل نصب، في محل نصب. فلذلك نقول ما في قولنا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، نقول لا رجل مركب تركيب 15، والفتحة فيه فتحة بناء، وهو في محل نصب، وهو في محل نصب اسم لا. فهذا هو معنى التركيب هنا في هذا الباب. ويركب على حسب بناؤه على ما يعرب به، فلو كان معربا بالفتحة مثلا، لو كان ينصب بالفتحة يركب عليها فنقول لا رجل في الدار، ولو نصب بالياء يركب عليها فنقول لا رجلين فيها ولا مسلمين عندك، فنركب هذا. ومثال التركيب المفرد قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول مركب، حول مركب مع لا، وكذلك لا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي مركبة، ولذلك مثل بها فقال وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. وهذا من المكرر، هذا المثال من المكرر الذي سبق أن أشار إليه، فقال عمل إن اجعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله من المكررة. فلذلك تتعدد أوجه الإعراب في الثاني منها المكرر به الذي حصل به التكرار، ولذلك قال والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. فمثلا في لا حول ولا قوة إلا بالله في الجزء نستطيع أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فنركبها، ونستطيع أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فنحولها إلى باب ليس، إلى لا العامل عمل ليس. فلذلك ولا يجوز أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالأول يجوز فيه وجهان فقط، يجوز أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما يجوز في الثاني فسيتبين لنا. لو فتحنا الأول فقلنا لا حول، فإنه يجوز لنا في الثاني ثلاثة أوجه: يجوز أن نجعله مرفوعا فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن نجعله منصوبا فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن نجعله مركبا فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما التركيب فهو واضح، فهو كما ركب الأول ركب الثاني، وهذه لا العاملة عمل إن والنافية للجنس. وأما لو ركبنا الأول ورفعنا الثاني فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، رفعنا الثاني. والرفع هنا على عدة تأويلات، يمكن أن يكون الرفع على اعتبار أننا جعلنا لا في الثانية عاملة عمل ليس، وهي التي تقدمت معنا في باب ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. ويمكن أن نجعله عطفا على لا واسمها المركب معها، على اعتبار أنهما مبتدأ كما هو مذهب سيبويه. ويمكن أن نعطف أن نجعلها
هذا بالنسبة للرفع. يمكن أن نجعلها أيضا معطوفة على محل اسم لا قبل دخولها عليه، فكان محله الرفع، هذا بالنسبة للرفع. يجوز أيضا فيه النصب ولكنه على تأويل واحد، فهو على محل اسم لا الذي هو النصب، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجوز أن نركبه كما قلنا، يجوز التركيب ويجوز الرفع ويجوز النصب. أما لو رفعت الأول فيجوز في الثاني وجهان، يجوز في الثاني الرفع والتركيب فقط، ولا يجوز فيه النصب. ولذلك قال وإن رفعت أولا لا تنصب، فإذا رفعت الأول يجوز لك في الثاني التركيب لأنها مستقلة، يمكن أن نعاملها على أساس أنها مستقلة، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز كأننا عاملناها معاملة. ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله، والأول لا يجوز فيه النصب أصلا. من أمثلة بناء لا على من أمثلة عطفها بالنصب على ما قبلها هذه المكررة، قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة، فجعل الأول مركبا وجعل الثاني منصوبا، لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الرافع على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. ومثال الرفع قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. ومثال التركيب بما ذكرنا في لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه منه قراءة ابن كثير وأبي عمرو يوم لا لغو فيه ولا تأثيم، لا لغو فيه ولا تأثيم. كذلك في يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فرفع الثلاثة، هذه على قراءة الجمهور. وعلى قراءة البصري والمكي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، فجاء على أن التركيب في الجميع. ومما جاء فيه هذا قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، فنحتاج إلى أن نركز في هذه الجزئية حتى تتضح من هذا الباب. وبه نختم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.